السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. أصبحنا وأصبح الملك لله من مدينة التمور ببريدة. الله يحييكم. اليوم اللي بنغطي لكم ما شاء الله يعتبر سوق التمور أكبر سوق للتمور بالعالم، اللي هي مدينة التمور ببريدة. ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم. صباح الخير. شلونك؟ طيب. طيب. انصحك. اخبارك؟ طيب. خير. يا هلا والله وسهلا. ما شاء الله تبارك الله. طبعا يبدون بالحراج باول ساحة الى مين يصلون المظلة هذه. اول ما يبدون. هلا بخوي الله حيه. صباح الخير. يا هلا والله وسهلا. يقول ب70 ريال. سبعة وثمانين. أول فدر يبدون من أول الساحة عند المظلة هذه. لا 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 لا. ما شاء الله تبارك. كم يا أبو مشيطي؟ كم؟ كم سام؟ ما بعد حرجوا عليك. يلا يا عيال تميم هادي. يلا سم يا رجل الخير. يلا حيك. يا هلا والله حييك. يا هلا والله مسر. هلا والله تميم. شلونك؟ طيب طيب. بشرنا عنك. الله يوفقك. يا حب الخش. امين. الله يسلمك. ما عنده خلاف. امور زينه. اي والله يديم عليك. اللهم امين. الله سام الله يسلمك ويجزاك خير يا خيي. يا هلا بك. لا اله الا الله. الله يجزاك خير. يلا يا عيال بتركي. هذه يا عيال تعشف هذه انت بعد حي. على ستة. كم العدد؟ على ستة وخمسة ريال. ستة وثلاثين كرتون. ستة وثلاثين كرتون. على ستة وخمسة سبع عندك. يقول على ستة وخمسة. أم ستة وخمسين ريال يقول يا عيال على ستة. على ستة وخمسين ريال يقول. أحد مشوف أحد عمير أحد مقاطر يقول على ستة وخمسين. قضيت أنت. الله يجعل يربح. يربح يربح يربح. لا يا رجل. 36. الكرتون الواحد 36. صورت حمودي. ترك البحرين. احنا جايين نقدع. جايين نقدع. كم العدد؟ 24. يعتبر سكر القصيم رقم واحد. ما شاء الله شوفوا الحبة الكبرى ويجي انواع ترى مو بواحد، على حسب الحجم على حسب هالطوق ذا اللي يسمونه الاصفر هذا، ويجي نوع ملكي طبعا مزارع الغفيص. هذه من المزارع المميزة عندنا ما شاء الله. تمرهم يجيب قيمة الله يبارك فيه. كم
هلا والله هلا والله مصري هلا بك هلا بخوي هلا ابتم الذهب ذول ابتم يا عيال ابتم 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 من سام من سام الذهب من سام من سام الذهب من سام كم عندكم وكم ابتم ابتم هذا وقت ثاني من سبع لست بقيت 10 ايام قبل تاكل وما اسمحوا لك قبل سنه ولا راح البعرين لا البعرين راح يا راح من سبع هذا في تسهيل من سبع دليو دليو ابو خالد على 51 120 جميع هذا 36 وهذا 34 120 على 100 20 على 120 120 على 120 على 120 120 على 120 على 120 120 على 120 رقم واحد رقم اثنين هذه وذي على 120 هلا والله ابو خالد ابو خالد على كم؟ ب 200 ابو خالد كم كرتون؟ العدد 68 ابو خالد 68 بيع الكرتون ب 200 ما شاء الله تبارك الرحمن يلا يا عيال يلا ابتسم هبه ابتسم هبه على كم على كم؟ ابتسم على 70 ريال على 70 على 75 على 75 على 75 على 75 على 75 ها لا بدون 100 بدون 100 على 75 يلا ريان سكري بس يسمونه نوع جالكسي 51 ريال على 51 ريال حرف يا عمو على 51 ريال حد ما راح اخاف على 51 ريال 50 على 51 ريال على 51 ريال هذا مفتل على 51 ريال حرج ثلاثة الله يربح حمد كهول هلا الحمد لله على السلامة الله يسلمك شلونك اليوم؟ عساك طيب شلونكم؟ طيبين ما تشوف شر ان شاء الله هلا هلا والله بالعقيلات كلهم يا هلا يا هلا والله هلا والله وسهلا طيب ايش اخبارك طيب؟ اقول انا ايه تبدا من جديد ولا نبدا الحين؟ خلنا نبدا من جديد اصبر مدينة التمور ببريدة نحييكم طبعا بريده سنه من نجد وفقار نجد
يجي طبعا انت يا المعيوه الله يسلمك الحلال جاي سوق التمر تغطي يجي جلابه الحلال يجون من تبوك يبيعون ببريده ويجي راعي الجوف ويشتري من بريده صحيح ما رد لا الشلع ولا العلوم ولا يقول هذه بريده من على وقتها الاجداد ما تلحق بالسبت مثل الاصايل يسمع بسيط عقيل شدوا البغداد في علم رفع الراس مهم مايل سوق التمر ببريده ملجم من شماليه لجنوبيه الصغير ابو 5 سنين اللي مو عربيه والوسط اللي يبيع بسياره واللي يبيع كبار التجار اللي يجون من المملكه بياع شراي يجون للسوق كل العالم من الصغير راعي العربيه هذا ما شاء الله يشتغل ما شاء الله الى اكبر راعي جامعة من الصغير للكبير يا ربك الحمد ينطلق التمر من بريدن بالقصيم الكافة مناطق المملكة والدول العربية والعالم وش السبب بس ببريده؟ عندنا أكبر سوق للتمور ببريد وكذلك أكبر سوق للإبل وكذلك مستشفى للإبل المحتاج به سبحان عظيم به جد من مئات السنين بادي وحاضر هجرات من بادي وحاضر استنوا بريده والقصيم عموما لكن بريده خاصة بحكم السوق التجاري كثير الطلب في طلب كثير والعرض يجلف عليه لازم العرض كثير لازم كثر الطلب كثر العرض وشرفت للأخوان الله يسلمك ويجزاك خير مدينة التمور ويا هلا والله وان شاء الله نبي نسير عليك ان شاء الله بمجلس متحف العقيلات باذن الله هلا والله عاد هلا والله ابو عبد الله يلا حي ابو عبد الله تويدري يلا حي ويا هلا ابو يا لابس ودي استفسر اكبر سوق للتمور بالعالم عندنا كذلك اكبر سوق للابن واكبر مستشفى للابن كلهن في بريده بريده من قديم الزمان تصنع الحدث هالسوق هذا كان شوف اعطيك شيء مهم جدا ويحتاج الى شكر والمنعم الحمد لله هالسوق ذا كان يستجلب له التمر من العراق اليوم هو يصدر للعراق ويصدر ل 121 دوله الحمد لله فمن نعم رب العالمين ان سوق بريده اسواق بريده بشكل عام خضار تمور انعام ابن كل تفاصيله حتى بالخيل حتى في كل شيء هي تقريبا المركز الاول في المملكه واغلبها المركز الاول في العالم زي التمر والابل والانعام هي المركز الاول في المملكه والخيل هي المركز الثاني في المملكه شرف سنابنا اخونا محمد مشيطي يلا حيه الله يحييك يا هلا والله مسهلا يا هلا والله طبعا هو يعتبر مشيطي هو شيخ السوق في مدينه التمور يلا حيه يا هلا والله ابن اسالك عن هل هالرطوبة اللي جت هل أثرت على السوق على التمر؟ لا أبدا ولا 1% الحمد لله يعني ما من خلال رصدنا للمزارعين وحديثنا معهم ولا عميل واحد اشتكى قال ترى أثرت عليه سبحان الله يعني وأنا تعجبت يعني ممكن مثلا 1-2 يشكي ولا عميل صدق من عملائنا ما شاء الله اشتكى معناته سبحان الله مرت بردة وسلامة لكن أسعار هل هي تختلف عن العام ولا قبله؟ حقيقة تختلف اعلى شوي ارتفاع بحكم انه العام وقبل العام كان فيه احترازات كورونا ايه. وما كان فيه يعني عماله متوفره مثل الان فما حصل للتمر رعايه كامله لكن هالعام هذا لا الجوده يعني عماله توفرت رعايه جيده للنخله وبالتالي التمر جاء طري يعني كنا نعاني قبل السنتين اللي فاتوا كنا نعاني من التفاف التمر ما يلحقون عليه العمال في قله عمال لكن اسسنا هذه لكن اللي متصدر السوق وشو السكري الصقعي بطل المهرجان ازم الصقعي السكري كمياته تكاد تكون 80% مبيعات السوق سكري اي بكافه درجاته رطب ومفتر رقم 1 مفتر ملكي مفتر رقم 2 اما الصقعي لا يعتبر مكمل اخوي محمد افضل انبوته اللي عندنا وش هي اللي تحس انها تميزت عندنا وانها تجيب قيمه حقيقه انبوت بشكل عام هي متقاربه اسعارها ايه. وبالتالي اسعارها من 30 وتحت للكرتون ابو 3 كيلو فاكثر ايه. يعني من 3 كيلو 3 كيلو ونص هذا وش النوع ده اذا قفلته ايه. هذا وزنه 3 كيلو ايه. اذا كان مفتوح فوقه عرمه هذه معناته
اعلى يعني يجي نص كيلو نص كيلو يجي كيلو وبعضها يجي كيلو ونص فوق صار معرم بالحيل فالثلاثة كيلو اسعاره من الثلاثين وتحت ازين بوت اذا كانت صح التسميه اللي هي السكيره الحمراء وهذه سعرها يبدا من الثلاثين الى السبعين هذه تعتبر غير السكري اللي نعرفه الاصفر عادي يجي بعده بالدرجه الثانيه اللي هو النبته العالي اسعاره بالثلاثينات 25 15 12 ارشوديه نفس الكلام النبته العالي والارشوديه تعتبر من الاشياء المرغوبه اللي يبحثون عنها المناصيف كافه انواعه مناصيف التمر هذا سواء سكري او النانا او شجره او سكري حمراء هذا يبحثون عنها الناس يحب انهم يمكن ما يقدرون ياكلونه الا بالمهرجان بعده خلاص لانه ما تفسد ما تصح التخزين اما التمر اللي هو التخزين اللي هو اما صقعي او مفتل اللي هو السكري بدرجاته او رطب او المجدول الراغب اللي يحبون المجدول المسميات هذه نبتة عالي ورشودي وشلون جت هذه او سميت لها له مثلا السكري هذا اصفر ما كان بيصير هذا اصفر السكري جاي من العراق اصلا النخله هذه السكري جاي من العراق هذا حسب المؤرخين وبالتالي زرع بالقصيم ونجحت لا تعتقد انها ما زرعت برا القصيم زرعت ترى برا القصيم لكن ما تعطيك نفس الانتاج نفس الكلام على السكريه الحمراء السكريه الحمراء السكريه الصفراء السكري الاصفر الفتل هذا المشهور اصلا من العراق جت هنا ونجحت بيئة وجواء القصيم زرعت في أماكن أخرى ما أعطت نفس المنتوج الكلام ينطبق على السكرية الحمراء تنتج عندنا جودتها كويسة لكن مثلا بالمذنب وتربة المذنب ما يحتاج ما يعلو على السكرية الحمراء سكرية المذنب شيء فبالتالي هي عدة عوامل تربة وأجواء تناسب نوع التمر وبالتالي ينجح احنا تميزنا في القصيم في سكري ورشوديه ارشوديه من نبوت القصيم تعتبر لكنها هي ناشفه ولها جمهور معين وغالبا تودى الحجاز تكون يحبون النواشف ونبته علي لا نبته علي مرغوبه بس سكريات عاليه وبالتالي اللي عنده سكر لا يغرب لما ما شاء الله الله يجزاك خير واخذنا من وقتك الله يوفقك شكرا لك يا هلا ابو اخوي هلا ما شاء الله ومعنا اخونا بدر العجلاني الله حيه هلا والله بدر شلونك مساك طيب وشلون السوق يا بدر والله الحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن الاسعار شلون يا بدر الاسعار مختلفه شيء 40 شيء 50 شيء الحين هذا سكري صح الله الله رطب ولا وش سمنه ولا مفتر مفتر ايه ها هذا مفتر رقم 2 مفتر رقم 2 السكري كم مفتر كم رقم 3 4 هو الملكي ايه والفاتح ايه وها رقم واحد ايه ورقم اثنين يعني كل مره ينزل يجي درجات يعني بدر السكري يجي انواع يجي انواع ويجي مقاسات مقاس جلاكسي ايه جيم فاتح امفتل يجي رقم ثلاثة الى ثلاثة ثلاثة ايه ما شاء الله تبارك الرحمن طيب هذا ايش يسمونه بدر اصفر ذا هذا مفتل هذا مفتل لا الصفار اللي فوق ذا هذا يصير مفتل يعني. ها هذا كل ما زاد صفاره وكل ما صار شارب ينقش يصير ازرق شارب ينقشره وش معنى شارب ينقشره ايه شارب ينقشره ايه ما يصير هو قشر ولا يصير رطب ايه ياثر على السعر يعني اذا صار فوق اكيد ارغب الزبون انه يصير شارب ينقشره وناظر حبه وصفره ما شاء الله ما شاء الله بدر اسعار الحين اسعار هي متناوله للجميع ولا اكيد شوف يبيعون ب 200 يبيعون ب 30 يبيعون ب 50 كل شيء له سعر هل فاخر له سعر ومفتل رقم واحد له سعره ورقم اثنين له سعره والرطب له سعره والجلاكسي له سعره فكل له سعره يعني لكن اسعار يعني زينه شوي لان السوق شاد شوي لانه يعني زين السوق ماشي يعني. هذا اخونا بدر عجلان مبطي بالسوق وخبير بالتمر اللي يبي تمر يوصي هالرجال بحط لكم رقمه يشري لكم ويوصله الى احد بيوت اللي خارج بريده واللي داخل بريده الشيخ بدر يشري لك من السوق ويجتهد يدور لك الشيء الطيب رجالنا امين ونصوح نزكي ولا نزكي على الله رقم مبرد بخاطر الشركه اللي هنا الثلاجات يروحون شبه يوم الأريان عندها الشركة ذي نقل مبرد نقل مبرد يعني ولا يوصلون لباب بيتك ايه وقوة الثلاجات اللي يروح الأريان هذول يوصلون نقاط فروع محلات ايه
ما شاء الله. الله يجزاك خير بدر، يوفقنا وياك كل مسلم. نحط لكم رقم بدر، رجالنا امين وثقه نحسبه الحسيب. الله يوفقك. اللي يبي التمر ويقول ما اقدر اجي يوصي هالرجال، بحط لكم رقمه ويعلمكم. طبعا بدر خبير ترى بالتمر، لا يغركم صغر عمره، الا انه يعرف بالتمر يعطيك الشيء. رجال امين نحسب الله حسيبه. تواصلوا معه، اللي يبون تمر يتواصلون مع رقم بدر، يدبرك بالتمر الزين ويوصله لحد بيتك. والله يوفق الجميع. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. يلا حي يلا حي. هلا والله بحزي. هلا بكلام كلام والله ما سهل. يا اخي من مشيت طلع ما شاء الله من مشيت انواع واشكال من التمور. لا اله الا الله الحمد لله على هالنعمه يا رب. بس يقول لك طب وتخيل. ما شاء الله. هذا شو اسمه ذي؟ هذه على ما اظن انها بتتسلم، ترى عاد المسمياتها. ها ايوه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ترى تجدد يوميا ما شاء الله. ما شاء الله من الضيوف اي احد يجي طال عمرك بس يسمي بالله وياك. من مشيطي هذه ضيافه من مشيطي. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم امين يجزاك خير. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يجزاك خير. الله يحييك ويسلمك. ما شاء الله. الله يبارك بايامك ويسلمك. ما شاء الله. اخوي بندره دي يلا حيو. هلا يا هلا والله مسهلا. نحب نشكركم على هالجهود اللي مدينه التمور. يا رب لك الحمد. مهرجان التمور جهود مشتركه من الجميع، من جميع القطاعات الحكوميه، تنظيم واشراف قرار وزاره البيئه والمياه والزراعه والمنطقه السيف. نسعد ونتشرف بان نكون في هذه التظاهره العالميه كاكبر مهرجان للتمور وسوق التمور على مستوى العالم في مدينه بريده. شرفتنا ابو خالد وشرفونا متابعينا الكرام. الله يسلمك يتزكى. نقلت سنابك من قطاع الثروه الحيوانيه قطاع الزراعه. الله يحفظك. كلها مجال قطاع خير وبركه. الله يسلمك. كم وصل عدد المبيعات؟ كمبلغ مالي تجاوزنا الحمد لله 200 مليون. 200 مليون يا رب لك. خلال كم؟ خلال الى من بدايه الانطلاقه تقريبا 15 يوم. اي يوم. اي نعم. اليوم وصلت مبيعات مدينة التمور ببريدة خلال 20 يوم أكثر من 200 مليون. 200 مليون طبعا هذا اللي داخل مدينة التمور، اللي داخل المزادات، اللي يدخل السوق تقريبا 40% من إنتاج المزارع عندنا بالمنطقة، 60% كله يباع خارج المدينة. المبلغ هذا فقط للي داخل السوق، المزادات الإحصائيات اليومية اللي تردنا من اللجنة. يعني في تمر يباع بالمزرعة؟ أكثر من 60% من المنتج عندنا بالمنطقة يباع من المزرعة مباشرة. آه اللي يدخل لنا بالسوق فقط 40%، وهو اللي الأرقام اللي تعلن للي داخل المزارع. آخر المهرجان تعلن جميع الأرقام اللي داخل المزارع واللي بيعت خارج المزارع. الحمد لله الحمد لله. هذه من جهود الزراعة وجهود الإمارة وجهود كذلك المزارعين. جهود الجميع، سلسلة ممتدة من بداية معاملة النخلة حتى انتهاء. أقول ما شاء الله عليك أبو صالح، متميز مدينة التمور ومدينة الأنعام ما شاء الله عليك. الحمد لله. والله يعني اللي شجعنا أبو إبراهيم العمار، أول ما جيت ألزم بين التجار، ما حرمت، ما كل أستحي، ما في حاجة. هذه قبل كم ذي؟ يمكن 15 سنة. لا تصغر روحك. لا يعني لا اشتغل انا ملزم يعني. ايه قبل 15 سنة؟ ايه او ازود يعني. لا انا كدلال يعني، ولا بالتمر مفتح. وشلون؟ فما احرج، قال ابو ابراهيم حرج ومر يلفز الصراحة اللي يلفز مخفاتي 500. ايه قال حرج ومري جدا وقال حرج ومرة انطلق ذيك الانطلاق عقب هالخمسمية يرجع الفضل له. الله يجزاه خير وكريم ويشجعنا. وش اسمه؟ ابو ابراهيم العمار. ناصر عمار. ناصر عمار الله يجزاه خير. الله يرضى عليه. هو اللي له الشركة العمار.
لكن اجب صالح جابها الله 500 الحين ما شاء الله عليك صرت متميز بمدينه التمور مدينه النعام يرجع الفضل له هو اللي الله يجزاه خير الله يجزاه خير بدت عاد ندربه عساك تدعي له يقول انا ادعي له ايه بالتوفيق وصارت سلسله انت جبت كم من واحد صاروا دلالين هنا جاب جدد انا بديت ادرب لا وجبت واحد انت من واحد انا عارفه انا ياسر ايه ايه ياسر جبناه له البله ايه قبل كم ذي مو بطيئة يمكن لها أربع خمس أنت اللي قلت له تعال حرج إيه قلت له تعال لسوق قلبي ترى سوق قلبي زين وإذا ما شاء الله وجاء قبل الكلام ما شاء الله حد ما شاء الله صار دلالة ما شاء الله ما شاء الله أنت والله مميز أبو صالح الله يوفقك أبو صالح ويجزاك خير ويجزا العمار خير اللي خلاك لا صراحة جابنا تحفها صراحة أبو إبراهيم الله يجزاك لا جيت إن شاء الله لحد الجاي لازم توريني إياه الحين روح لك للمكتب يقول الحين هو ابو صالح وفي يقول لازم تجي عند ابو ابراهيم على العمار ابى اروح والله هو يستاهل وبعد عشان احنا بنروح لامه ابو وش اسمه ابو ابراهيم العمار طبعا هو مسوق ابو ابراهيم العمار يعتبر من الدلالين المميزين بسوق التمور هذا انا رايحين لامه يستاهل عقب هالخمسمية اي والله هو اللي جاب لنا واحد ابو صالح مميز الصراحه ما شاء الله عليه حراج وزين وكلش ما شاء الله عليه صالح ترى هذا من طيبك انك ما نسيت المعروف لا المعروف مو بينسى اللي ينسى المعروف مو برجه صدق عز الله صدق طلعناه الله يجزاه خير الله يجزاه خير صارت انطلاقه الله يجزاه خير عساك تدعي له بس والله انا ادعي له يستاهل والله ايه. الله يجزاه خير ادعي له وهو يدعي لنا بعد الله يجزاه خير الله يرضى عليك ابو ابراهيم العمار يلا حيو يا هلا والله ما سهلا ابو صالح وفي يقول اللي دخل انا الحراج والسوق ابو ابراهيم ابشرك مو بس ابو صالح الحمد لله اكثر من 1000 شاي بفضل الله الحمد لله اللي يشوفه وينكره ينكره ما شاء الله عليك اكثر شاب راح سوق العمل عاد ما بين يعني الناس سوق التبور وناس طلع الحمد لله طلع من عندنا اطباء طلع من عندنا طيارين من هالمكتب ما شاء الله فضل الله واسع ما شاء الله عليك الله ابو ابراهيم كم لك ابو ابراهيم 1416 يعني كم سنه عاد احسب 27 شهر ما شاء الله تبارك الرحمن الله خالد القدان لا يزال موجود خالد القدان اي نعم غير مو موجود ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ابو ابراهيم الله يوفقك ويجزاك خير الله يسعد قلبك نورتنا الله يسلمك يا هلا والله ابو ابراهيم الله يسلمك ويجزاك خير ابو ابراهيم وشلون السوق ابو ابراهيم والله السوق يعني بدا بارتفاع يمكن يستقر شوي ويرجع يرتفع الارتفاع القادم في نظري والله اعلم هو اكبر من البدايه عجيب وش السبب السبب انه استخدام التمر بفضل الله الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى القائمين على السوق سواء على مستوى التسويق على مستوى الحكومي انه دخل انتاج التمور المراحل الدوليه الحمد لله في الخطوات اللي قامتها وزاره الزراعه مشكورا وصندوق الاستثمار مشكورا يعني ساهمت في دخول التمور المراحل التسويقيه العالميه وهذا شيء يشكر لهم ويذكر الحمد لله الحمد لله هذا من فضل ربي الحمد لله ابراهيم ابو صالح يقول انك اعطيته 500 وقلت له حرج هذا اول يوم اول يوم هو صاد ايه هو كان احنا هو اللي جزم على هال 500 ولا نسى انه يبي يحرج ابو صالح ايه علم من اعلام ابراهيم هال 500 ذي جابت لنا واحد مميز الصراحه مميز مدينه التمور ومميز كذلك مدينه الانعام شوف يا سيدي العزيز التميز هذا التميز صناعة من الله سبحانه وتعالى تكون جاهزة بالإنسان بس بعض الناس يتقبله وبعض الناس ما يتقبله أبو صالح رجل تقبل أبو صالح غير أبو صالح الحمد لله إحنا قلنا لك 1000 شاب ترى الرقم هذا مثبت يتقبلها أبو صالح ويكون جاهز له وحنا ما نتمنى إحنا أبو صالح حين الرجال تعدى 35 نبي بكل صراحة نبي الشباب أجدد نبي الشباب اللي صراحة لا يزالون يعانون من دائرة المعيشة المحدودة انهم ترى يتوكلوا على الله فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه وليهم مشوهم صحيح يطلعون من بيوتهم يترزقون ويشتغلون يعني الرزق مضمون يعني يتحركون البلد في فرص كبيرة وترى اي رجل اعمال ما يساهم في بناء جيل اعمال ما
يساهم في بناء الجيل الجديد انا اعتبره صراحه يعني ما اقول ابخل البخلاء لاعظم منه، لانه الارض لله يورثها من يشاء. لا تتوقع انك انت يوم وصلت مرحله تجاريه معينه انك صرت كل شيء، لا ابدا، فوق كل ذي علم عليم. السوق يحتاج الناس، الدنيا تستوعب الكثير من الناس، وما خلق الله خلق الا له رزق. الف شاب عنده انجاز والله يا ابو ابراهيم، بشرك الحمد لله والقادم افضل ما شاء الله. انا اشوف نفسي انا ما سويت شيء، ان شاء الله باذن الله بصل لمرحله 50,000 باذن الله ما شاء الله قريبا. الله يجزاك خير ابو ابراهيم. هل الشباب ذول يبقون ولا يروحون؟ او انت بس مجرد انك تعطيه خبره؟ يا سيدي العزيز بكل امانه الكثير منهم، الكثير من قلت انا اللي ما عندي 50 شهر، الكثير منهم راح. طبعا كلهم مجاله، كل مو كلهم ترى صاروا بالتمور، لكن صاروا مجالات اخرى. ولكن الحمد لله والشكر شرف لي اني انا هالناس الكرام واللي مروا بنا، وكما احنا مررنا قبل. يعني انا اشتغلت بدايه اعمالي على يد الشيخ رحمه الله احمد صالح البزيان، اشتغلت مع الشيخ صالح عبد اللطيف رحمه الله، اشتغلت مع الشيخ علي نجار الله مشيطي حفظه الله ووفق ابنائه بكل خير. ما في شيء الا الانسان يبدا صغير، ابوي الله يرحمه كان تجاره بنك هو ما له علاقه بالتجاره، لكن الانسان بعد توفيق الله يخلق طريق له بالعمل، خاصه الشباب الاجنبي. اول بداياتك كنت مع مشيطي؟ اول بداياتي كنت مع احمد المزيان. ايه احمد صالح المزيان، او كنت انا حرج له قديم قديم السطر. ايه السطر بريالين. ايه وبعدين انتقلت للشيخ صالح عبد اللطيف والمشيطي انا واحد، كان هذا بالحبحب وكان هذا بال. ما شاء الله الحمد لله جزاك خير ابو ابراهيم وبيض الله وجهك. نورتنا وشرفتنا. الله يسلمك. بما انك اعلامي في كلام ودي تنقله لكل الاعلاميين، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، ما في شيء يبقى، لا منصه اعلاميه ولا منصب ما في شيء يبقى. بعض الناس خاصة الأمين لا قلت تعال غطر السوق، السوق هذا سوق ابنك وسوق أبوك وسوق عمك وسوق جدك وسوق خالك، غطر السوق كم تدفع؟ الكلام هذا يجب أنه يبعد عن الأشياء الوطنية، الأشياء اللي فيها القومة. يا إعلامي أنت اليوم إعلامي وغدا تخرج عن الدائرة هذه غصب، يعني هذه سنة الحياة. ليش بعض الناس ساكر على جواله وقاعد له باستراحة يحتاج إلا 10,000 أو 50,000؟ يا بعض المشاهير مو كلكم، يا بعض المشاهير ودنا شيء اجمل وطن. صحيح. بيض الله وجهك. جزاك الله خير ابو ابراهيم، شكرا لك. الله يجزاك الجنة. أنا 100%. يمشون بالترتيب، لا خلص من السيارة هذه نزل وحرج على السيارة اللي بعدها إلى مين يوصلون المظلة هذه.